عسلامة عسلامة عسلامة. نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بكم في قناتي. كل عام وانتم حيين بخير. بمناسبة رأس السنة الميلادية جبت لكم أحلى جاتو، أحلى تورتة بمناسبة تفعيل القناة متاعي. نقول لكم شكر وألف شكر للناس اللي تدعمني والناس اللي حبيبي وأصحابي اللي يحطوا لي كومنتارات ويشجعوني. نقول لكم شكرا شكرا لكم. هذه الجاتو بمناسبة تفعيل القناة كما قلت لكم، إن شاء الله تعجبكم. نتعدى للمقادير وطريقة التحضير. الميلادية اليوم باش نحضروا كيك وإلا تورتة ولا خبزة جاتو. طريقة سهلة ومبسطة. نتعديو للمقادير طريقة التحضير. كما تشوفوا لهنا عندي 12 كعبة بيض، 12 حبة بيض، عندي 320 غرام سكر، عندي 320 غرام فرينة، عندي 3 ساشيات سكر فانيليا، عندي رشة ملح. نبدأ بسم الله. انا لهنا باش نفصل الاصفر نتاع البيض على البياض. بسم الله. طول هنا فصلت هذيك البياض على الاصفر نتاع البيض. نبداو بسم الله. اول حاجه باش نعملوها باش نحل ثلاثة سكر فانيليا على هذيك الاصفر نتاع البيض اللي تشوفوه هكا. باش ناخذ الابيض نتاعي باش نركزو بالسكر اللي عندنا. بسم الله. تو هذه الابيض نتاع البيض نتاعنا تحصلنا عليه، باش نخليه على شيرة باش نركز شوية. هذه الاصفر نتاع البيض، الاصفر نتاع البيض حطيت عليه السكر فانيليا، باش نحركو هكا شوية. أول هنا باش نبدأ نضيف في هذيك الأصفر فوق البيض ونركز. نبدأ نضيف هكا شوية بشوية الفارينة ونحرك. بسم الله. شوية بشوية هيك الخليط نتاعنا، شوفوا كيفاش. لهنا باش نقسم عفوا نقسم الخليط نتاعي على نصين كيما تشوفوا لهنا. هذي نص باش نعمله كاكاو ونص باش نخليه فاني.
هنا باش نضيف الغرفه كاكاو مر. بسم الله على هذيك الخليط نتاعنا. لهنا خديت طبق الفور نتاعي حطيت فيه بابي كويسون باش نصب فيه هذيك الخليط. نعملوا لها ضربه هكا نخرجوا منها الهواء شويه. ندخلوها للفور اللي انا سخنته توا على 180 درجه. تعديو نحضروا الطبقه الثانيه. توا هذه الطبقه الثانيه اللي بالكاكاو ندخلوها للفور. توا هذوما الجينوازيت نتاعنا حضروا الجينواز والشوكولا والجينواز الفاني نخليوهم يبردوا تماما ونتعديو للكريمه. نحضروا الكريمه اللي باش نحشيو بها الجاتو نتاعنا. توا هنا باش نحضروا مع بعضنا كريمه الزبده. كريمه الزبده السويسريه عندي لهنا 250 غرام سكر، عندي 300 غرام زبده مارغرين وزبده انا حيوانيه خلطتها، وعندي لهنا 4 حبات ابيض نتاع بيض. نبداو بسم الله. عندي كسرونه حطيت فيها ماء مغلي كيما تشوفوا لهنا هكا، باش نحطها باش نحط فوق هذيك الابيض البيض هكا، باش نضيف عليها السكر ونحرك حتى يذوب السكر نتاعنا. نحاول بلاش باش نيرو بالماش، نحاول هكا شويه مسخون جيست على البخار باش ما يروبش الابيض نتاع البيض اللي في الزنه هكا. توا لهنا بعد ما ذيب السكر نتاعنا سيب مع الابيض نتاع البيض هكا، بسم الله نبداو نركضوا الابيض البيض نتاعنا ونبداو نضيفوا في الزبده بشويه بشويه. بالطبيعة الزبدة نتاعنا لهنا درجة حرارة الغرفة لازمها تكون طرية باش تتخدم منا. هذه توا كريمة الزبدة نتاعنا السويسرية، شوفوا كيفاش القوام اللي تحصلنا عليه. نخليوها تبرد في الفريجيدير. نتعديو نحضرو القناش وكريم شونتي. توا لهنا هذه الجنوازة بعد ما بردت وبيت هليلة كاملة، اخذت هذيك السيرو اللي باش نسقي بيه هو شوية ماء وشوية سكر، غليتهم شوية على الغاز، ضفت لهم نص مغرفة قهوة سريعة الذوبان. لهنا خديت الحجم هذا هكا نتاع بابي كويسون باش نقيس بيه الخبزه نتاعي هكا باش كي باش نقصهم يديو لكل فرد حجم. لهنا باش ما نطولش عليكم الفيديو، عندي قناش خديت طابعين شوكولاته الطابع وزنه حطيت له ضفت له حك كعبه ياغورت طبيعي كيما تشوفوا هكا، حركت تنجم تضيفوا كعبه ياغورت شوكولا. توا لهنا باش ناخذ الكريمه السويسريه هذيك اللي حضرناها مع بعضنا باش نضيفها لهنا على هذيك القناش هكا. بسم الله نعمل طبقه هكا.
توا لهنا خديت السيرسو بتاعي دوكا باش نحط نبدا نريلي في الجاتو هكا يعني هكا باش نحطها هكا فني خوق تبقى من الشوكولا نسكر عليها هكا ياخد تبقى من ال من الفاني هكا نلفها عليها هكا توا لهنا باش ناخذ هذيك الكريم شونتي اللي ركزته خديت جوج باكوات كريم شونتي ركزتهم مع 200 مللتر حليب وزدتهم غرفه ونص كاكاو باش غيرت لها اللون نتاعها ونكهتها بالكاكاو بسم الله باش نزين الكيكه نتاعي بالكريم شونتي هكا من الفوق نغلفها كاملة هكا توا لهنا باش نحضروا مع بعضنا الكلاصاج خديت كاس سكر كاس زيت كاس حليب كاس كاكاو نفس الكاس نفس الحجم معناتها كلهم نفس القياس نبداو بسم الله اول حاجه نعملوها نصبوا الكاكاو السكر الزيت والحليب نطيبوا الكلاصاج نتاعنا على النار ونرجع لكم هذه توا الكلاصاج نتاعنا طاب شوفوا كيفاش فيه اللمعه نخليه يبرد شويه بعديك نضيفه على الكيكه نتاعنا هذه توا الكيكه نتاعنا خرجتها من الفريجيدير بسم الله بارده باش نجي نصب هذيك الكلاصاج نتاعنا نحاول نبردو شويه بسم الله باش الزبده ما تسيحناش الكريم وبر ما تسيحناش نخليه ينزل على الاطراف هكا ندخلها تبرد في الفريجيدير كما تشوفوا هكا انا خليتها هكا تزيين عشوائي هكا ندخلها تبرد في الفريجيدير ونرجع لكم حطيته في البوش شوفوا كيفاش نعمل به هذيك الورديت هكا مخلط شوكولا توا خديت هذه الحلوى الالوان هذه هكا باش نزين بها من الفوق هكا باش نحطها عشوائي هذه الشكل النهائي متاع الجاتو ولا التورته متاعنا ندخلها للفريجيدير تبرد شويه تشد روحها
من بعد نقصوها مع بعضنا. هذه طاولة الجاتو نتاعنا حضرت، خرجتها من الفريجيدير. شوفوا كيف جاتنا، نودكم ولا نشاهيكم. بارك الله ما شاء الله، جاتنا خفيفة. والكريمة اللي في وسطها غاناش شوكولا، كريمة الزبدة السويسرية، والجلاساج. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. في وصفة اخرى، وبالسلامة.